بالمناسبة في خبر حلو لازم أقول لكم عليه برضو تتذكروا إن إحنا كنا على الهوا من كام يوم وكنا بنتكلم مع زميلنا الصحفي الفلسطيني أنس النجار وكان بيتكلم عن أولاده التوأم وإنه محتاج إن هم ييجوا مصر علشان يتلقوا يعني العلاج والرعاية وما إلى ذلك. مصر دايماً حضنها كبير يتسع للدنيا كلها. آه توأم صديقي وزميلي أنس النجار وصلوا بألف سلامة للأراضي المصرية. عشان كده فعلا مصر عظيمه وحمد لله على السلامه يا انس وحمد لله على سلامه الولاد وباذن الله يبقى كل حاجه زي الفل